رئيس لجنة التحقيق في أداء هيئة تنظيم سوق العمل، حبيت أن أنا أنقل إلى معاليكم استياء أعضاء اللجنة عن تأخير هيئة تنظيم سوق العمل في ردودها على اللجنة. وجهنا إليهم من شهر تقريبا مجموعة من الأسئلة، ولغاية اليوم ما استلمنا ولا جواب. وبس بأذكر أن المادة 163 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن عندنا بس في لجنة التحقيق على أساس نرفع التقرير 4 شهور، طاف شهر وللحين لغاية هذه اللحظة ما استلمنا ولا جواب. فأنا حبيت بس أنقل إليكم يعني استياء اللجنة، أعضاء اللجنة عن يعني تعامل هيئة تنظيم سوق العمل. شكرا معالي الرئيس. تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس أشكر سعادة النائب رئيس اللجنة، وأكد له إن شاء الله بتابع الموضوع شخصيا، وأكد له خلال اليومين راح أتصل فيه شخصيا إن شاء الله بإذن الله. شكرا معالي. شكرا سعادة الوزير.